لقد حان الوقت، حان الوقت لتفي بوعدك لي وللقبيلة. اذهب الآن وأظهر لجميع استادة كيف يكون سيد الكاي. سأكون بانتظار البشارة القادمة منك. لا تقلقي يا امرأة، لا يمكن أن يكون هناك احتمال آخر. سيتم اختياري اليوم وسيجبر الجميع أن يقبلوا هذا. لقد طال الأمر، لم يعد لدي صبر. عندما تصبح السيد سأصبح سيدة النساء، وبينما تقوم أنت بضبط سادة القبيلة أنا سأضبط سيلجان وبالا. وبالتأكيد سأنتقم من أيغول على هجومها علي. سنحاسبهم جميعا يا لينا، لا تقلقي. بوران ألب، اقترب وقت انعقاد المجلس، قولوا ما تريدون قوله. أنا أريد التحدث حول انعقاد المجلس. أنا وأخي غوبتوغ من أهل الغزوات، نحن نقاتل خلف السيد عثمان. وأنتم تعرفون أننا مع سيدنا حققنا الانتصارات، شتتنا جيوش العدو وقمنا أيضا بإسقاط قلاعه. نحن نعرف أنه لولا السيد عثمان لما حققنا أي من هذه الانتصارات. ومن الآن فقط إن أصبح سيد عثمان هو السيد سننتقل من نصر إلى آخر. نريدكم اليوم أن تفكروا بهذا وأن تتخذوا قراركم بناء عليه. فعلتم واجبكم وفعلتم ما يليق بكم، ونحن سنفعل واجبنا وما يليق بنا. ما الذي يليق بكم؟ اهدأ يا بوران ألب، نحن لن نعلن عن سيدنا هنا. عن إذنكم الآن ابقوا سالمين. لم يظهروا شيئا يا أخي، لنأمل أن يفهموا. إن شاء الله. هيا. الآن حان الوقت لنكون دولة. سأريك كيف تكون الدولة، سوف أريك يا سيد عثمان، سوف أريك. ولكن كيف ستريح؟ أخبرني أنا أيضا كي أفرح يا سيد دوندال. اليوم أنا سأصبح سيدا. كيف؟ ماذا تقول يا سيد دوندال؟ كيف سيحدث هذا؟ ماذا فعلت؟ أتسمح لي يا سيدي؟ تعال يا سلطوق. سيدي، نفذت أمرك. هيا قل ما فعلته لتسمعي السيدة هزال. هيا. وزعت الذهب على السادة كما أمرتني، ووعدوا بإعطاء أصواتهم لك اليوم. اخرج يا سلطوق، هيا.
عزيزي، ما الذي فعلته؟ هذا ليس أمرا يمكن لسافجي فعله، ولن يستطيع التغلب على عثمان، لذا لن أنتظر شجارهما. اليوم سأصبح السيد. أسدي، رجلي، عمود خيمتي. أهنئك بالسيادة، سأنتظر الخبر، نتحرك ونأخذ بثأرنا. سأنتظر الخبر كي نحتفل معا ليلا ونهارا. يا إلهي، أرني تلك اللحظة. أخ يا سيد دوندار، أخبروني، هل انتهيتم؟ هل أتممتم مهماتكم؟ أتمنى ذلك يا سيدي، لكن هناك مشكلة. السيد دوندار اشترى السادة لكي يصوتوا له.